باللي حقيقه في 76 المغرب قرر انه ياسس البناء ديمقراطي، ورجعنا للانتخابات في 76 بناء دوله ديمقراطيه. مع الاسف كان الناس كتكلم على الحكومه على الدوله على النظام لا دوكسا دومينونت، عملت على مخزنه البلاد، يعني مسلسل بناء دولة ديمقراطية، مشينا في بناء دولة تاع المخزن، لدرجة أن كل مغربي دخلوا له مخزني في فراسو. اليوم النظام ما تخوف حتى واحد كاع، لكن الأحزاب الوطنية لعبت دور. واليوم إلا حنا نتكلموا بحرية وكان المغرب تطور ما نكروش، يمكننا اليوم بكري كان الإنسان حتى في قهوة ولا في حزب ما يخاف يهضر، اليوم كمان احنا نقدروا نهضروا. هادشي راه ما كان، وهذا يعود به الفضل يرجع للاحزاب اللي ضحات وناس ماتت وسنين من الستينات حتى التسعينات كانت سنين الرصاص واحزاب اللي وصلت لهاش. يبقى اللي كاين اليوم النظام مصلحته يريد مخرطه البلاد. اليوم مع الاسف الشديد المخزن الكبير هو الاحزاب، وحتى انا عندي انتماء من صغري الى يومنا هذا. اليوم ماشي الدوله وحده اللي تحمل المسؤوليه، اللي في نظري الى المواطن غايب، الى شفنا مثلا لي نوفو كود الى لي زاموندمون هاد المستجدات في قانون الانتخابات تبين بان هناك اراده باش نبنيو ديمقراطيه باش ننتخبوا نخب شابه تجديد ولا مودرنيتي لو راجوني تشبيب ونفتحوا المجال للمرأة، نديروا المجتمع الحداثي، الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب. مع الأسف هذا الشيء ما موجود داخل الأحزاب. المشهد السياسي في حاجة إلى ترميم، والناس إذا ما تنتخبش ما مقتنعاش باللوائح في المغرب كامل. الناس غاضبة على العمل الحزبي لي زانستيتيسيون بارتيزان، ومع الأسف حتى الأحزاب اللي جات تفريخ اللي كان جالس البالي كان غير في اليمين، دابا نلاحظوا في عدد ولا الاحزاب اللي جات جديده. اليوم اش كنلاحظوا؟ الناس كيقولوا برنامج عمل سياسي جديد شبيب هذا، وانما واش نفس الناس اللي فزوا واللي فشلوا في الماضي هما قاموا بعمل سياسي جديد ورموا المشهد السياسي؟ ما يمكنش. فين هو الشباب؟ فين هي المراه؟ فين هي النخب الجديده؟ وين دونك اللي نظن اليوم الاحزاب تحمل مسؤوليه كبيره. فاللي كاين عاوده ان بعض الناس اللي فشلوا فشلوا يا في منتهم يا في عمل جمعوي يا في عمل حزبي، اليوم ولات واحد المقوله اللي مع الاسف بكري واحد ما كانش يقدر يرد النفس، واليوم بغى يولي هو زعيم ويلو طابي سير لو مخزن بور ايفي لي زيسبري، بحال هذا الشاب مريض مكلخ وهو باغي يكون جديد، هو عنطر هو المراغب، سعد راه ما صالحش. البلاد محتاجه اللي يجيب لها قيمه مضافه. كاين معاناه، كاين فقر، كاين ظلم. كنا فين ما كنا، شكون اللي يجيب اون فالور اجوتي لهاد البلاد؟ هذا اللي محتاجو المغاربه كاملين. فين ما كنا نمارسو السياسه في مهمتنا في حياتنا العاديه في علاقتنا، نحاسب نفسي انا الاول ونحاسب الاخرين. وشكرا.